شو بدنا نعمل؟ فينا نعمل شيء؟ ما فينا نغير شيء. جربنا نغير. نغير؟ طالب؟ نصمود؟ حارب؟ قد بعد بدنا نصمود؟ طيب تزهرنا، دمرنا، صرخنا، حرقنا دواليب، قطعنا الطرقات، شو نفع؟ ما نفع شيء. بعد ما فهمته؟ فلو من هالبلد. أنا أهلي بيقولوا بكرة بدنا نسافر. رح سافر. سافر أكيد رح سافر. وإنت؟ أنا؟ أوقات بقعد بفكر ليه بعدني قاعد بهالبلد؟ عنا أطباء، ما عنا طبابة، عنا محامية وما عنا عدالة، عنا تعدد ديانات وعنا طائفية، ما عنا ضمان، عنا بطالة، عنا جبال وسهول وبحور ما بنعرف أي متى بينطفوها، عنا عملة ما عندها قيمة، عنا أحسن تعليم ومدارس وجامعات بس ما بنعرف شو نعمل بشهادتنا، عنا أرض منزرعها وقد ما فينا أو قد ما عنا منسقيها، عنا بلبنان مننام على ضو الشمعة ومنوع على صوت الطيران، عنا شعب بيعمل كل شي كرمال بلده، وعنا شعب بيعمل كل شي كرمال زعيمه، بس رغم كل شي، رغم كل ظروف البشعة اللي عم يمرق فيها بلدي، بعترف انه بطل فيي اتحمل. بس عم تسألني اذا رح سافر؟ مستحيل مستحيل ما سافر.